تدريجيا ان شاء الله هنصل الى تشغيل السكه الحديد بكامل طاقتها قريبا باذن الله. اما بالنسبه للخطه القوميه لتطوير المزرعات احنا اتكلمنا عليها كتير، انتوا عارفين ان احنا عندنا 1332 مزرعان شرعي او قانوني وحوالي 4500 غير قانوني. احنا انجزنا في الحقيقه عدد كبير من هذه المزرعات، حوالي 168، والنهارده جينا ونفتتح 4 مزرعات في الاسماعيليه ان شاء الله، ونبص على احد المزرعات اللي فيها عمل صناعي نفقي. الاسماعيليه لوحدها فيها 47 مزرعة، فتم انجاز دلوقتي 7 مزرعات داخل الاسماعيليه، وهتشوفوهم ان شاء الله يعني من المزرعات الكويسه اللي تم تطويرها والعمل بيها الكترونيا. بمشيئة الرحمن مع نهاية يونيو القادم، زي ما الأهرام كاتبة كده النهاردة إن الدكتور دمير كل حاجة هتخلص في يونيو القادم، لأن هي دي التزام من الحكومة في الحقيقة، إن إحنا لازم المشروعات الملحة لازم نخلصها قبل هذه السنة إن شاء الله. شكرا يا معالي الوزير. حسن بركة الأخبار. بالنسبة لمراقبة القرارات بالأمر الصناعي والمشروع المتقدم وكانت تبع الأكاديميات اللي بس، هل فيها جديد أو إزاي يتم المشروع ده؟ تقول إن هو في موافقة تمت وإن هو مرسوم 2 مليون. لا 2 مليون ده رقم طالع. لا لا، هو احنا ان شاء الله بقى في خطه تطوير سكك حديد مصر والعمل بالجرج الكهربائي ورفع كفاءه الشبكه الحاليه باستكمال تطوير اعمال الاشارات على مستوى الخطوط الطوالي بالذات. انا يهمني جدا الخط بتاع اسكندريه اسوان، لان كما تعلمون هذا الخط بيشيل تلتين حجم الاركاب اليومي لسكك حديد مصر، فيهمنا جدا ان احنا نطور هذا الخط ونرفع من كفاءته ونشغله كله باشارات اوتوماتيكيه. فمع هذا التطوير وادخال بقى القطارات اللي بتعمل بالجر الكهربائي، هناك اتفاق مع وزاره الاتصالات ان احنا هنمد دايما خطوط فايبر اوبتيك على الخطوط السكه الحديد بتاعتنا عشان نكمل بقى منظومه العمل بالاتصالات بين القطارات وربطها بورق كنترول والعمل بربطها باقمار صناعيه عشان تبقى العمليه بقى منظومه متكامله، لان هذا الربط كله بيساعد على زياده عوامل الامان وفي نفس الوقت تظبيط حركه التشغيل في القطارات ككل. يعني هي مش معطلة، هي سكة الحديد اللي كانت يعني واخدة اجازة في الفترة السابقة، واحنا دلوقتي لما هنبتدي نشغل القطارات عدد كبير لا هتلاقيها منوره وشغاله وقاعده تنور وتطفي وانت مش هتفهم ايه اللي على اللوحه. لا مش هتفهم لسه للعلم، يعني ده بيقول ايه على اوضه العمليات شغاله او شغاله ومرتبه لل لا 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 كله هيشتغل ما تقلقش. يعني هو يعني زي ما بقول لك مع كثافه الحركه بيستلزم الامر ويستدعي على طول تشغيل غرفه التحكم وضبط قطارات الضوء. يا فندم ايه خطه الوزاره لتطويرها؟ احنا زي ما انتم عارفين ان احنا بنشتغل على 4 مستويات في تطوير السكه حديد مصر. السكه الحديد او البنيه الاساسيه او الشبكه الحاليه الحقيقه عانت كثيرا من الزحف العمراني اللي دخل عليها واعتدوا على حرم السكه الحديد، الامر اللي اثر على الجسور وعلى السكه نفسها. فاحنا في خطه لتطوير هذه الجسور وإعادة تثبيتها وأيضا تجديد وصيانة القضبان، ثم تطوير المحطات، وفي خطة لتطوير المحطات. احنا بنقول بقى ان الشبكة الحالية من وجهة نظري بقى انا دلوقتي في وضعها الحالي يجب ان احنا ما نزيدش بسرعات السير عليها عن 120 كم في الساعة، ف
فأنا دلوقتي بنقول إن الشبكة الحالية هنقسمها جزئين، جزء يمشي بسرعات من 70 إلى 80 كيلومتر، وهي دي قطارات الضواحي اللي هتربط القرى والمراكز بعضها ببعض، تمام؟ وفي نفس الوقت مع تجديد المحطات وتطوير السكة وتطوير الإشارات بنجيب تحديث لأساطيل الحركة، يعني العربيات اللي بتخدم محدود الدخل ومتوسط الدخل، اللي هي العربيات درجة ثالثة وعربيات درجة ثانية. فاحنا دلوقتي بصدد تعاقد على 700 عربية درجة ثالثة، وبنطور دلوقتي عربيات الدرجة الثانية في مع سيمات 200 عربية. فإذا يعني احنا بالنسبة لبعد الاجتماع ومحدود الدخل والمتوسط الدخل عملنا لهم هذه الخدمة، بس المفروض إذا كانت تحزيع من الضواحي يبقى بسرعات حتى 70 و80 كيلو. نيجي بقى بعد كده الليفل الثاني. الليفل الثاني اللي هو خط اسكندرية أسوان الحال، احنا بنطوره بالكامل دلوقتي. أنا ناقصني بس الوصلة ما بين أسيوط وأسوان، دي إن شاء الله يعني بنتكلم مع تمويلها قريبا على أساس استكملها لتحويل الإشارات اللي عليها كلها إلى إشارات إلكترونية.